يا مساء الخير ويا اهلا وسهلا بكل اهلاويه. يوم جديد، حلقه جديده، السادسه، تحياتي لحضراتكم. الحقيقه يمكن الشعار في المرحله فيما يتعلق بشكل الموسم اللي جاي، ثم اخذ يفكر ويفكر ويفكر ومفيش حد قادر يوصل لحل. على كل الاحوال هنطرح على حضراتكم المقترحات الخاصه او التصورات الخاصه برؤيه رابطه الانديه لموسم استثنائي وهو في منتهى الصعوبه. وبيتهيألي الحقيقه ايا كان القرار ايه او ايا كان الاستقرار على ايه الحل الانسب، مفترض انه يكون بيحمل مصلحه الجميع، مصلحه منتخب مصر، لانه كمان منتخب مصر عنده موسم استثنائي في مشوار تصفيات كاس العالم، وفي ان شاء الله هكذا نتمناها يعني في حاله التاهل في مرحله الاستعداد لكاس العالم اللي هيقام في نهايه السنه الاخيره. لكن خلينا الفت نظر حضراتكم في البدايه لاكثر من نقطه. نقطه رقم واحد، حاله الاجهاد، ودي طبعا الحاجه اللي بيشتكي منها الناس كلها، في مقدمتها اللاعبين اللي كتير منهم تراجع مستواهم، او مش هقول تراجع، تاثر مستواهم بشكل سلبي بسبب تلاحم المواسم اللي عايشين فيه بقالنا موسمين، واللي غالبا هيستمر معاهم لموسم ثالث. دي اول نقطه. لكن في نقاط تانية كتيره جدا تاثر على منظومه الكره. النهارده انت بتتكلم على منظومة كرة في العالم، بتتكلم على معظم الدوريات، بدأت في دوريات وصلت لأسبوعها السادس ودوريات بتلعب في الأسبوع السابع، وانت لغاية النهاردة مش عارف هو الدوري هيبتدي امتى والدوري هيكون شكله ايه، وده يترتب عليه مشاكل من نوع تاني زي مشاكل انتقال اللاعبين. الأندية اللي عايزة تبيع لعيبتها لاحتراف خارجي او عايزة حتى تشتري لعيبة جديدة من دوريات من بره، في مشاكل متعلقة بالقيد، في مشاكل تانية مرتبطة بفكرة تكافؤ الفرص. خليني أطرح على حضراتكم السيناريوهات الثلاثة المتعلقة بالدوري أو بشكل الدوري في الموسم الجديد. النسخة الأولى أو الاقتراح الأول إنه الدوري يقام بشكله الطبيعي وبنظامه الطبيعي، 18 فريق بيلعبوا مباريات من دورين عشان يحددوا بطل الدوري. وفي الحالة دي شئنا ما بينا مع ارتباطات المنتخب وارتباطات الأندية، توقع أن الموسم يستمر لغاية غالبا سبتمبر، سيبك من حكاية أغسطس دي لأنها بتفشل غالبا، يعني غالبا هتلعب دوري ينتهي في سبتمبر المقبل. ده نمرة واحد، وده الشكل التقليدي اللي احنا عارفينه. الشكل التاني أو الاقتراح التاني بيقول أنه يتلعب دوري من دور واحد، مجموعتين يلعبوا دوري من دور واحد ينتج عنهم 10 أندية في مقدمة الجدول و8 أندية في مؤخرة الجدول. ال10 يلعبوا مع بعض عشان يحددوا مين بطل الدوري، وال8 يلعبوا مع بعض عشان يحددوا الثلاث فرق اللي هتهبط للدرجه الادنى. وده اقتراح تاني معناه انه الفرق هتلعب 17 مباراه في الدور الاول في الدوري المجمع، وبعد كده فرق المقدمه هتلعب 9 ماتشات تانيه، هتتكلم في 26 مباراه، اقل تقريبا بست مباريات عن النظام التقليدي. النسخه الثالثه او السيناريو الثالث بيقول ان احنا هنلعب برضو دوري مجموعتين، بس هناخد من المجموعه دي ومن المجموعه دي ثلاث انديه، ثلاثه مع ثلاثه يعملوا ستة، يعملوا دوري أو دور تاني من الدوري يحدد منه بطل نسخة الدوري الاستثنائي ده. والأخير في الجدول هنا والأخير في الجدول هنا، الأخير في المجموعة دي والأخير في المجموعة دي هيهبطوا بشكل مباشر، قبل الأخير مع قبل الأخير يلعبوا مباراة فاصلة يحددوا مين ثالث الفرق اللي هتنزل من الدوري ومين الفرق اللي هتكمل في الدوري الجديد. أعتقد أنه المصلحة العامة رايحه في اتجاه ان احنا نقلل مده الدوري، نضغط مده الدوري، مش مشكله ابدا يكون عندنا دوري استثنائي تستفيد اولا الساعه البيولوجيه بتاعت الدوري المصري تتظبط، والانديه تستفيد من حاله عدم الاستقرار في مواعيد البدايات ومواعيد النهايات اللي مسببه لها مشاكل في اجهاد اللاعبين والتاثير على مستواهم، وايضا كمان مسببه لهم مشكلات ان احنا كمنظومه كره في مصر نغرد خارج السرب، وبالتالي تنتهي مشاكل بقى القيد والبيع والشراء بالنسبه للانديه. على كل الاحوال الاقتراحات وصلت، الانديه بتذاكر والانديه بتدرس، والقرار هيكون قريب جدا.